أكدت وزارة الكهرباء والماء إن أبراج الكويت في وضع آمن وسليم، نافية صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أنها آيلة للسقوط. وقالت الوزارة إنه تجري في أبراج الكويت حاليا أعمال الصيانة لشبكة مكافحة الحريق، مضيفة أنه تم طرح دعوة استشارية لأعمال الصيانة الجذرية لها، إلا أنها الشركة ذات العطاء الأقل لم تثبت خبرتها. وأشارت إلى أنها بناء على ذلك فقد قررت الوزارة طلبها السابق من لجنة البيوت الاستشارية التعاقد مباشرة مع الشركة التي قامت بتصميم الأبراج.